سكن. هات يا شيخ ما في شيء ان شاء الله، ما في شيء. رد يلا بسيطه ان شاء الله، بسيطه. انت هون هذه طالعه. مثل ما احنا مشاهدين الان الطائرات المروحيه القت برميل، اول برميل على حي ظهرة عواد. وصلنا الى مكان الضربه الاولى واستهدف المكان مباشره ببرميل اخر. حتى هذه اللحظه الطائرات المروحيه تحلق في سماء مدينه حلب وتستهدف احياء المدنيين. هنا سقط عدد من الاصابات في صفوف المدنيين نتيجه هذا القصف الذي استهدف هذا المكان، وايضا في الشارع الاخر ايضا نتيجه سقوط برميل اخر ايضا سقط عدد من الشهداء. لا تزال الطائرات الحربيه حتى هذه اللحظه والمروحيه تحلق في سماء مدينه حلب وتستهدف احياء المدنيين. قتلنا برميل وقتلنا برميل.